منفذ حيوي انسيابي يقصده الكثير من المسافرين نظرا لسهولة الإجراء وسرعة الإنجاز، حيث بلغت نسبة الزيادة لهذا العام 35% عن الأعوام الماضية، وهذه نتيجة التعاون المثمر بين منفذ حتى ومنفذ الوجاجة لسلطنة عمان الشقيقة، وأيضا نتيجة جهود الموظفين العاملين في المنفذ بحيث يقدمون كافة التسهيلات للسادة المسافرين على مدار 24 ساعة. بنية تحتية متكاملة للمنفذ بمساريه للقادمين والمغادرين، وصالات إنهاء إجراءات المسافرين لكافة الفئات، حيث صمم المبنى وفق أعلى المعايير، وتم فيه تطبيق البرامج الجديدة ومنها برنامج رؤية الإمارات الذي طبق في كل الأقسام ما سهل عبور المسافرين.